انا بقول لكم كلام حقيقي، لو ادائنا احنا السبب في اللي احنا فيه احنا مستعدين نمشي. اه مستعدين نمشي ويبقى حد تاني اداؤه افضل. انما اذا كان ده محصله سنين طويله من عدم المواجهه وسلبيات كبيره جدا في الاداء، وانا ما بقصدش والله اسقاط على اي حد ولا الاساءه لاي حد، لكن ده الواقع. الناس كانت بتتحسب من اللي انتوا فيه دلوقتي وتخوفت منه على مدى اكتر من 50 سنة انها تاخد اجراءات لبناء دولة حقيقية تقف على رجلها وتبص لمستقبلها. خافوا، خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا ده، وعشان كده ما عملوش الاصلاحات، وفضلت الامور تتراكم وتتراكم. ولما الناس اتحركت في 2011 كان جزء من التوصيف مش حقيقي، جزء من التوصيف لحجم المشكلة اللي موجودة في بلدنا مش حقيقي. محدش هيقدر يقول لكم الكلام ده غيري انا، لانه كله هيتحسب ان يتهاجم ويتقال لك هو بيقصد ايه بالكلام ده. لكن انا بقول لكم كده، التوصيف لمشكلة مصر خلال 30 سنة اللي فاتوا ما كانش حقيقي، كان خداع، كان وعي زائف.